الكيس ستيتمنت ناخذ هذا المثال فمثلا نقول لنفرض انا ابغى عمليات جمع العمليات الحسابية ابغى اعمل لها كيسز فمثلا نقول مو اف عفوا كيس هي حتكون اثنين لانه هنعمل ال هذا بهذا الشكل هنعمل اسم البرنامج بعدين الرقم الاول عفوا اسم البرنامج الرقم الاول العملية والرقم الثاني فحيكون مثلا اسم البرنامج احنا قلنا كيس الرقم الاول حيكون لنفرض مثلا اثنين العملية جمع والرقم الثاني حيكون اربعة فاربعة واثنين ستة فهذا مثالها فحنقول الكيسز ان نسمي الكيسز ايش اوب اللي هي بلس بعدين في البلس حنقول ايكو او قبل ايكو خلينا نعمل العملية الحسابية let او حتى بدون let ممكن نقول السم equal s$1 plus s$2 بعدين ايكو ونقول اس دولار 1 بلس اس دولار 2 ايكوال سم بعدين نيجي عند الطرح ونعمل نفس الشيء سبتراكت equal s$1 minus s$2 echo s$1 minus s$2 equal subtract ونجي عند ال multiplication فنقول هنا multiplication وفي الأخير الديفيجن
الآن لو قلنا 2 زائد عفوا إيه زائدا 4 syntax error 2 زائد زائد فقال في سطر رقم 6 او المفروض هنا 3 احنا الرقم الثاني دائما حيكون 3 اوكي فالآن الجمع صحيح الطرح صحيح الضرب صحيح القسمة صحيحة طيب لو أبغى أعمل نفس البرنامج ولكن بطريقة أخرى كيف؟ خلينا نشوف هذا البرنامج هو باستخدام الكيس ولكن هنعمل البرنامج باستخدام الانبوتس بحيث انه يعمل العملية حسب الانبوتس فلو قلنا مثلا vim script.sh فلو قلت كمثال echo s dollar one s dollar two s dollar three equal s dollar r طبعا هذه هحوطها ب هنقول هنا let r equal s dollar 1 s dollar 2 s dollar 3 فهو حياخد العملية أو الانبوت ويحولها إلى عمليات ويجمعها ويطبع النتيجة فنجرب sudo chmod فلو قلنا واحد زائد اثنين لا واحد زائد اثنين فقال لك ثلاثة لو قلنا ناقص يطلع ماينس واحد لو قلنا قسمة هيطلع زيرو طبعا القسمة عشان أعداد صحيحة لو قلنا أربعة على اثنين فيها الاثنين لو قلنا أربعة على بلاش أربعة نخليها ثمانية على الاثنين فيها الأربعة نجرب الضرب الآن ونخليها ستة ضرب خمسة يفترض إنها تطلع ثلاثين ولكن السكريبت يعطيني خطأ الخطأ هذا بسبب إنه الستار هذه عبارة عن وايلد كارد أو إنها الأستريكس لها معنى في الأوبريتنج سيستم بإنها expanded ل all files فهي expand فممكن أنا أعمل في الشيل set disable الإكسباند هذا وهي set داش ال داش اف والآن لما أعيد الكوماند هيقبلها صحيحة لو رجعت شغلتها مرة ثانية enable الإكسباند وأشغل هيعطيني خطأ ممكن أتلافاها بإني أدخل escape character ويشتغل
فهذه فقط معلومة صغيرة للستار أو الأستريسك. الأستريسك هي expand للفايل نيم.